الشاب عبد الرحمن وبات تعيينك اختصاص تخدير في أحد مستشفيات العاصمة يتعرض لطلق ناري طائش ويفارق الحياة ويترك لوعة وحزن كبير عند ذويه. والدة أحد الشهداء تطالب بحقوق ابنها لإعانة أطفاله، وأم أحد ضباط مكافحة المخدرات تناشد المعنيين لرفع المظلومية عن ابنها. أهالي ذي قار يشكون من غياب المشاريع وفي واسط مناشدات لتحسين واقع الخدمات، ومواطنون من البصرة يطالبون بتحويل بعض الأراضي الخالية إلى مساحات خضراء. مواطنون يهرعون لإنقاذ عائلة بعد تعرضها لحادث مروري في محافظة المثنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بحلقة جديدة من صوت عراقي على شاشة الفرات الفضائية، وبإمكانكم أيضا أن تتابعونا على هذه المنصات اللي تظهر لكم دائما، وتتواصلون معنا على الرقم اللي يظهر لكم بأسفل الشاشة. موضوع الرمي العشوائي وإطلاق النار بالمناسبات وغيرها من المشاكل والأزمات اللي يعاني منها المواطنين بشكل عام وبكل مناطق العراق، وش قد راحوا أطفال وناس كبار وشباب ضحايا. أنا متابعة على نفسي يومية أتكلم بموضوع الرمي العشوائي، راحت ناس ضحايا نتيجة لهذه الظاهرة اللي ضد القانون والشرع والعرف وكل القيم الإنسانية والأخلاقية، لأنه أنت تعرف نتيجة عملك أكيد راح تسلب حياة يا أما شاب يا أما طفل، وتخرب سعادة واستقرار عائلة أو تعوق لك أحد. البارحة شفنا الطفل اللي الله سبحانه وتعالى نقذ من طلق طائش، وقبل فترة تحديدا قبل أسبوع عرضنا موضوع الشاب عبد الرحمن اللي هو طبيب تخدير متعين حديثا وعلى أبواب زواج. رح نرجع نتابع الموضوع اللي طرحنا من حلقة سابقة 12/2 كان رمي بكل أشكاله، سواء كان نزاعات عشائرية أو رمي هيجي طائش أو سلاح طائش أو مناسبة معينة، هذا ما يروح بالقاع. الطلق اللي يرمي سواء بالمناسبات أو بدون مناسبة أو بدون سبب وين يروح؟ الجواب تعرفوه، شو قد صارت حالات وفاة بسبب هذه الظاهرة لناس هم ما عندهم أي صلة أو ما أبرياء، آخرها شاب على أبواب زواج وأيضا ما كملت فرحته، يعني كان على صار له 7 أشهر تقريبا من متعين في أحد المستشفيات، جت طلقة تايهة وحاليا وضعها صعب مثل ما تتابعون بالصورة اللي أمامكم على الشاشة. موضوع عبد الرحمن صار له فترة من تعرض لهذه الحادثة، للأسف الشديد الشاب توفى يوم الجمعة اللي راحت اللي كان سبب الحادثة. شنو راح يقول لرب العالمين؟ تعازينا احنا بصوت عراقي إلى عائلة الشاب الفقيد وإلى كل زملائه وأصدقائه، ويا ريت يعني يصير فد عبرة للموضوع، يعني احنا اللي انطيناه بسبب الرمي العشوائي مو شوية، يا ريت تصير فد عبرة للباقين، أو هذا اللي 24 ساعة لازم سلاحه ويرمي بعرس بفاتحة بمشكلة، يا ريت يشوف هذه التفاصيل عسى ولعل أنه أنا أتكلم عن عينة، أنا أقصد الكل، كل اللي يمارسون هذه الظاهرة، بلكي من يشوفون هذه الحوادث اللي إذا تصير يتندمون يتراجعون يقولون خلص احنا بعد هذا الموضوع ما ممكن نقدم عليه.
مباشرة من بغداد الأخ سجاد ابن عم عبد الرحمن وزميلة بالدراسة وصديقة. سجاد أهلا بك بصوت عراقي. أهلا وسهلا. تعازينا لكم. حياكم الباقي، شكرا جزيلا. سجاد، الحادثة ايش قد صار لها؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لقناة الفرات الفضائية على اهتمامها الموضوع، اهتمامها الشخصي بموضوع عبد الرحمن صلاح. تحية لي ست السبرق على اهتمامك الشخصي يعني أيضا بهذا الموضوع، ويعني يا ريت احنا كنا كإعلام كمجتمع نوصل هذا الموضوع، لأنه بصراحة بالآونة الأخيرة بدأ يعني يوصل يعني فشي فظيع. القضية سجاد، أنا يعني هسه في صوت عراقي يومية أعرض قضية لأحد تعرض لرمي عشوائي طائش، يا أما تعوق يا أما انضرب، يعني شواهد كثيرة تحضرني حاليا في ذاكرتي. طفل قبل فترة أيضا إحنا عرضنا بيد أبوه، قبلها إحنا عارضين أيضا كاميرا أحد اللي بعثونا بمناشدة. سجاد كان رايح ويا أبوه للأسواق، فإحنا بعد ما مأمنين على نفسنا لا برا ولا بالبيت. فهاي قضية الرمي العشوائي قضية أخذت وسلبت أرواح الأبرياء. هو ايش قد بقى بالمستشفى؟ ست، هو يعني جت الرصاصة الطائشة يوم الخميس عصرا، يوم الخميس عصرا، خميس الخميس 9 تقريبا او هيك، الخميس الفائت يوم 9 بالشهر السادس. نعم اي، بعد يعني بقى 7 ايام تقريبا الى 8 ايام بالمستشفى، طبعا بالعنايه المركزه مستشفى اليرموك. طبعا انا يعني كنت المرافق الشخصي مالته، انا هم تقني التخدير بس موظف باحدى مستشفيات بغداد الاخرى. بصراحة يعني اتخذنا كل الإجراءات الطبية، كل شيء يعني سويناه، اتصلنا ب يعني اختصاص أطباء اختصاص من دول الخارج ومن العراق، جبنا خيرة الأطباء، لكن الموضوع للأسف كان موضوع موت دماغي، يعني الرصاصة مستقرة في منطقة الدماغ. هو كان وين؟ نعم نعم ست، هو يعني بعد له تقريبا مثل ما نقول شهر الرابع تقريبا، بقاله شهرين للزواج، هو خاطب ومكمل كل شيء وبعلم الاهل وبعلم الاقرباء. فعنده منزل يعني بجوار بيت اهله، دا يبني بيه ودا ياخذ القياسات، تعرفين يعني ترتيبات ما قبل نعم الزواج. نعم ترتيبات، نعم صحيح. نعم، فعصرا هو يعني وبعض الشباب اللي هم اولاد عمومتي يعني بداوا ياخذون القياسات ويرتبون بالموضوع، وكان كلش فرحان بصراحه لهذا الشيء بدون اي مقدمات ودون سابق اي انذار. مباشره اغماء بالارض وسقوط على الارض. يعني هو واقف في الباب. نعم هو واقف باب بيته، سقوط على الارض. طبعا الواحد من يشوف هيك موقف قدامه ما يعرف شلون يتصرف، تكلموا وياه يعني بكل الطرق لكن ماكو اي استجابه. بصراحه يعني الرصاصه كانت يعني مكانها كلش يعني بسيط، يعني حتى منبين احنا بالعمليات بحيث خيطناها خياط واحد. كنت موجود وياه بالمستشفى؟ انا كنت يعني بانتظار استقباله بمستشفى اليرموك، بس يعني استرسلك هسه بالموضوع. نعم تفضل براحتك. نعم، فعصرا يعني اغماء وسقوط على الارض، فنقلوه اهلي وعمامي الى مستشفى المحموديه العام. بعد الفحوصات الطبيه الاوليه تقرر انه ينقل الى وحده السي تي اللي هي المفراز، نوخذ الى المفراز. وبصراحه هنا كانت الصدمه كبيره، طلقه في منطقه الراس، شلون وليش ما نعرف. بعد يعني باثناء هذا الموضوع صار القرار انه لازم ننقل الى مستشفى اليرموك، فيعني اسعاف حتى يدخل عمليات وهيك، متوفره الاجهزه ومتوفره الاطباء الاختصاص. زين. بصراحه عن طريق وحده الاسعاف نقل الى مستشفى اليرموك، كنت انا باستقباله وبعض الاطباء وبعض الكوادر الصحيه اللي أقدم لهم جزيل الشكر من قناتكم، المدير المستشفى والكوادر أجمع من أكبر واحد إلى أصغر واحد، ما قصروا ويانا أبد. فنقلناه إلى مستشفى اليرموك، كنا باستقباله يعني نخذناه إلى وحدة عمليات الطوارئ. بصراحة دخلناه للعمليات توجيه من المدير،
يعني اتخذنا ويا الاجراءات كتخدير وككوادر اخرى زي. من اجهزه التنفس تيوب التنفس خلينا هيال يعني وقت طويل تعرفين يعني من الاربع العصر لحد تقريبا السبعه وقت طويل على الاصابه مالته هو ما عنده اي تنفس يعني ما كان فقط يعني على الاجهزه نعم انضرب دماغه ويعني الرئات ما تستجيب للتنفس فخلينا تيوب التنفس وعن طريق جهاز الفنتليتر اللي هو مثل ما نقول دافع للاكسجين وبعض الادويه مثل ما نقول حتى يعني تخلي الحاله مستقره اكثر اجرينا هاي الاشياء طبعا ويعني يعني اتصلنا باختصاص الجراحه العصبيه انه دارين نسوي له عمليه يعني اذا ممكن فصار يعني اجى وشاف السي تي اللي هي وحده يعني العفو المفرس قرر انه من المستحيل انه يعني تنجر العمليه للمرحوم عبد الرحمن صلاح بسبب انه المكان يعني الطلقه مستقره في منطقه برين ستيم اللي هي جذع الدماغ وهاي جذع الدماغ يعني من سابع المستحيلات انه واحد يقدر يوصلها بتداخل جراحي فصار القرار انه يتحول الى وحده العنايه لمركز الار سي يو ويبقى تحت المراقبه طبعا قد بقى نعم طبعا كصنف طبي انا شو عارف بالموضوع لكن ما نقدر يعني نبلغ الاهل انه نهايته هيك راح تكون فقلنا نسوي العلينه ويعني الى اخر وقت نبقى وياه بصراحه بقيت وياه ويعني سبعه ايام تقريبا بقيت وياه صباحا وليلا اجراءات من تغذيه من اكسجين من ادويه من مراقبه للحاله لكن الحاله للاسف يوم بعد يوم بدت تزول يعني قد محزن الموضوع محزنه جدا جدا يعني شاب يعني انت متهيئ نعم فرحان استوى متعين مكمل دراسته نعم ما تتخيلين ست يعني مدى الالم والحزن اللي لحقنا جراء الله يساعده جراء يعني عبد الرحمن كان بمثابه اخ انا اعرف انه علاقتك به غير شكل نعم شنو ضيعت يعني انا ابن عمه وبنفس الوقت اخ لي درسنا سوا ومثل ما نقول تعاهدنا على انه نكمل احلامنا سوا ونمشي بطريقنا سوا وكان دائما يسولف لي انه بعد ايام قليله انه يتزوج واني وراه ان شاء الله هذا الله سهل بوقتها طبعا فللاسف هاي الاحلام كلها راحت سجاد انا اعرف انه انت كلش يعني صار لك رد فعل اكو غصه عندك بداخلك من الموضوع غصه كبيره و صراحة قد ما احاول اعبر عنها تبقى غصه بداخلي لان اني قلت لك ست يعني كنت سابقا ويا درسنا سوا ومشينا سوا وعلى ابواب تحقيق الطريق سوا بالاضافه الى انه انا كنت يعني ويا بالمستشفى ليل ونهار فتاثرت شديد التاثر بالموضوع الله يساعدكم يا سجاد، سجاد انت صار لك موقف من قضيه الرمل العشوائي أعرف أنك مهتم بهذا الموضوع نعم. مهتم بمحاربة هذا الموضوع بالوقوف ضد هذا الموضوع نعم شنو في بالك؟ بصراحة ست يعني بحكم عملي بالمستشفيات اللي يعني تجيكم هيجي حالات أنا قبل لا أعرف شنو نعم. تفكر اشتغلت بأكثر بالمستشفى بصراحة هذا الموضوع عرقنا إلى يعني إلى درجة ما تقدر يعني توصف فيها يعني تعبنا من هذا الموضوع يجونا شباب يجونا كبار يجونا أطفال بعمر الورود بعمر ورده والله بعمر ورده ومتعرضين لهذا الشيء وبدون اي ذنب بدون اي ذنب والله شنو فرح رمي حزن رمي فاز المنتخب رمي انا مناشدتي ولا اخذ من وقتك ست بالعكس الوقت لك يا سجاد مناشدتي الى السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان كان هو موجود او ان كان راح يجي بعده رئيس وزراء مناشدتي الى الساده الوزراء في مجلس الوزراء القانون ترى مو صعب، القانون مو صعب، اقر قانون ارسله الى مجلس النواب وخليه يتنفذ، اوكي تقولون اكو قانون وين التنفيذ؟ تطبيق القانون تطبيق القانون هو هذا المهم، قوانين اكو، ايش قد عندنا قوانين احنا؟ بس ماكو اي تنفيذ للقوانين للاسف ما بتنفذ القوانين سجاد نعم. انتم كشباب يعني تفكرون انه بالمستقبل القريب او ممكن الان في يعني من اولوياتك انه توقف و يعني تنطي موقفك ضد قضيه الرمي العشوائي، ممكن انت وزملائك، انت واصدقائك
ما نفكر انه تطلقون هاشتاج، او احنا وياكم طبعا داعمين ونتبنى في صوت عراقي وفي الفرات، تطلقون هاشتاج او تكون لكم فد موقف ويعني موقف مدوي على مواقع التواصل الاجتماعي يوصل تاثيره الى الكل. نعم. ما مفكرين به شي موضوع؟ نعم ست، هو على ارض الواقع اكيد. نعم. طبعا. نعم، فكره جميله من حضرتك، ويعني احنا اطلقنا هاشتاج، لكن المجتمع العراقي للاسف العادات القبليه مسيطره على المجتمع العراقي منذ الامد، يعني عادات قبليه متجذره بالمجتمع العراقي. يعني ما اعتقد يعني احنا نسول علينا، اوكي نوصل صوتنا القنوات، يعني جزيل الشكر الصحفيين، انا اشكرهم من تعاطفهم، الصحفيين الاعلاميين المدونين كل اللي تعاطف في القضيه. يعني هو صحيح سجاد هو الموضوع. نعم. صحيح صعب، انت تقول متجذر. نعم. ممكن تكون عادات واشياء نشات عليها العالم، لكن من يكون اكو رغبه بالتغيير وقرار بالتغيير كل شيء راح يتغير. بالضبط، هو هذا اللي مفروض يصير، واحنا يعني كشباب صراحه بدينا نتحرك على هذا الشيء، لان الموضوع يعني بدا يعني يزداد عن حده بصوره شاسعه، يعني ما معقوله شاب تتعب عليه وتدرسه وتعلمه وتزرع به المبادئ وتوصله وتخسره بثانيه. نعم، يعني الموضوع للاسف يعني والله بدا يزداد يوم عن يوم، وبدينا نتعب، احنا نتعب، يعني حتى نفكر يعني بالمهاجر ومغادره العراق، يعني ابسط الاشياء ما متوفره لنا، هاي الشغله، الشغله الاخرى اللي اريد انوه عليها العشائر الكريمه، احنا مو يقولون المجتمع عشائري، اوكي قانوني، لكن بنفس الوقت مجتمع عشائري، العشائر شنو دورك؟ العشائر ايضا يا سجاد. نعم. وللامانه يعني العشائر والناس الخيره والمجتمع ايضا العقلاء طلعوا وقالوا احنا نتبرع حتى من الشخص اللي يرمي في فواتحنا في اعراسنا في 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 اي مشكله، اي شخص ينتسب لنا ونعرف انه هذا مارس قضيه الرمي العشوائي او استخدم سلاح، احنا هذا لنا تصرف اخر معه. نعم. فالمجتمع ايضا رافض وانت جزء من هذا المجتمع. نعم. فتعرف هذه القضيه. نعم ست، هو صح المجتمع رافض، لكن ما بتطبقه بصوره يعني مثل ما نقول من امن العقاب ساء الادب، يعني تصير هواي شغلات، لكن ما نشوف يعني القرار بالحزب بسرعه ينوخذ القرار، لا يعني تفدي يعني العفو تعدي ايام واشهر على الموضوع، يعني يجوز هسه اني بصفتي قريب من الاعلام يجوز او بصفه طبيه وهاي اقدر اوصل للاعلام واوصل صوتي، لكن غيري والله اشوف ناس فقيره ما تقدر توصل، لا حول ولا قوه، ما تقدر تعبر عن نفسها، اني يعني يجوز هسه اعبر عن مئات الناس، والله الاف الناس، مو مئات الناس، الاف الناس اللي هسه يشوفون. خصوصا هذه ظاهره في تزايد. نعم نعم. زين سجاد، انتم صار قضيه انه بحث عن الشخص الفاعل او عرفتوه يعني دورتوا عرفتوا؟ مناطقنا ايش قد ما تكون متباعده بينها وبين بعض، بس بالنهايه واحد يعرف الثاني. ست، هو بصراحه يعني المرحوم عبد الرحمن صلاح يعني يعز عليه يقول المرحوم بصراحه، بس هذا امر واقع يعني للاسف، لا حول ولا قوه الا بالله. استخرجت الطلقه يعني بالطب العادي من جسد المرحوم، حاليا قيد التدقيق والبحث، وتعرفين يعني الجنايات وال شو اسمه يعني اللي يشتغلون بهذا الموضوع. يا ريت نوصل للقاتل، بس اوكي انا يعني وصلت له وحاسبته وبعدين، وغير شلون وغير اللي ما يقدر يوصل. انا اريد يصير عبره اوكي، حيث انه خلص هو هذا الموضوع اللي اريده، انا اريد يصير عبره هذا الشخص اللي سوى هذا الموضوع، اريده يصير عبره حتى غيره، ممكن من يفكر يرمي راح يعني ما راح يسوي هذا الشيء. بالاضافه للنقطه الاخرى اللي اريد انوه عنها، الناس المدنيين يعني انا الاحظ من خلال ملاحظه الناس المدنيين عندهم نوع من التقبل، نوع من الخوف، لكن السلك العسكري يعني السلك العسكري ما المفروض يعني لازم يكون هو هذا اللي يقصد عليه بالقوانين، المنتسب اثناء الاجازه لازم يعني يجب انه ما يحمل السلاح مالته، وحتى لو انه حمل سلاح لكن يعني يكون يعني المسدس الشخصي او غيره سلاح شخصي، ما يعني يشيل فد يعني فد اسلحه ثقيله وغيرها باثناء الاجازه، والله انا منتسب هذا السلاح المنفلت، هذا السلاح المنفلت يعني اللي بحت الاصوات من عنده، يابا السلاح المنفلت، السلاح المنفلت معك. ونتمنى انه يعني انا هذا الموضوع
بنفس القوة لا بل أكثر من سنتين لليوم أنا أعرضه في صوت عراقي. 3 سنوات تقريبا مصاحب الحسن، 3 سنوات. بالمناسبة فقط يعني قبل لا أترك لك الجو وتوجه رسالتك يا سجاد، إحنا فقط ناشد في صوت عراقي، والناشد بالبداية ناشد الناس العقلاء والخيرين أنه يكون على موقفهم، وحتى شيوخ العشائر أنه يكون على موقفهم من قضية الرمل العشوائي اللي يرمي بشكل ما أعرف شنو أسميه، عفوا بشكل متخلف بائس، يعرف كلش زين انه هذه الطلقه اللي تطلع من سلاحه هي ما راح تبقى بالجو ولا راح توقع بالقاع، ما تقتل لها شخص، ويعرف كل الزين. بالنتيجه هو مستمر ولا كانه على باله، يمكن ما يحس بيها لا سامح الله، احنا ما نتمنى هذا الموضوع لاي احد، لكن ما يحس بيها الا يصير بهذا الموقف ويفقد احد احبابه لا سامح الله، ما نتمناها لاي احد. هواي حكي بهذا الموضوع، والله العظيم كلش هواية كلام بهذا الموضوع، هواية حشينا وهواية حشت الناس، بس للأسف ما أدري هذا الكلام وين يروح ولا كأنه أحد أكو يسمع. سجاد حاب توجه رسالة، حاب تقول شيء؟ شيء بسيط ست، أضيف إلى كلام عذرا لبعض المفردات، لكن اللي يرمي همجي ومتخلف، لأن أنت من راح ترمي الطلقة راح هو متأكد وين راح توقع، برأس منه راح توقع، على شخص بريء لا حول ولا قوة، يجوز عنده أحلام. يعني هسه المرحوم عبد الرحمن صلاح ترك وراء حبيبة، ترك وراء أم، اللي داخلين مرحلة اكتئاب حاليا، هذول منو يعوضهم؟ أو أب وأخ وأخت وأبناء عم وأبناء خال، والكل متأثرين عليه، بس للأسف يعني ماكو أي استجابة من المجتمع. مناشدتي الأخيرة ست، ولو أطول عليكم، بالعكس تفضل. مناشدتي إلى الدولة ومناشدتي إلى العشائر، هاي مناشدتي الوحيدة، وإلى الناس، يا ناس يا بشر، كافي قتل، كافي دم، شبعنا دم كمجتمع عراقي، شبعنا دم من ذاك الوقت لهذا الوقت، شبعنا دم، شبعنا حروب. يعني أعتقد هاي الثقافة لازم تلغي من المجتمع. يعني أنتم ما كفاكم كورونا فيروس قبل سنتين أودت حياة المجتمع، يعني العالم أجمع، وردنا بس نطلع من الأزمة، ردنا بس نطلع من الأزمة، أنه بنيجي يعني خلصنا من كورونا نيجي للطلق الناري، ما نتعظ أبدا، ما نتعظ، هذا يعني للأسف الشديد ما نتعظ. إيش قد صار عندنا مواعظ قدامنا، بس ماكو اتعاظ وماكو أي استجابة للأسف. موقف أيضا من الجانب الحكومي مهم جدا، تطبيق القانون مثل ما تطرقت قبل قليل يا سجاد، بالضبط، قوانين موجودة وعلى الرفوف تحل كل هذه المشاكل، بالضبط. لأن البعض يقول لك أنا أطلع سلاحي وأرمي، منو رح يلزمني؟ منو رح يعاقبني؟ مستهين حقيقة بالموضوع كله، مستهين بالقانون، يقول لك ماكو قانون على حد تعبيره، هو ناسي أنه أكو قانون، وإحنا ما عايشين بفوضى ولا عايشين بغابة، بنتيجة هذا البلد تحكم عادات وعراف وتقاليد منضبطة، وأكو قانون وأكو دولة تعاقب على الأفعال الخطأ. أشكرك يا سجاد، شكرا جزيلا، وتقبل تعازي وتعازي، شكرا جزيلا في والباقي. صوت عراقي، كلمة أخيرة، شكرا جزيلا لقناة الفرات، شكرا جزيلا لك وكل الأخوة بالكادر أستاذ محمد وكل الكادر، شكرا للمدونين، للصحفيين، للإعلام بصورة أجمع. القضية ما قامت يعني تخصني إلي شخصيا، القضية قضية رأي عام وقضية المجتمع العراقي بصورة أجمع. شكرا جزيلا، ونتمنى أنه تنتهي هذه الظاهرة وتتلاشى، وبعد ماكو قضية رمي عشوائي إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا سجاد، شكرا. وش قد اكو ناس بينجريحوا شهيد حقوقهم ما مستلميها، ودائما تجينا عبر البرنامج وريد البرنامج تفاصيل من هذا القبيل. والدة احد الشهداء استشهد بعام 2016 خطفت عصابات داعش الإرهابية، وهذا الشهيد عنده اطفال وما عندهم اي مصدر رزق ولا دخل ولا معيل، بالتالي من حقهم على الدولة ان توفر لهم ابسط حق من حقوقهم، ولكن مع الاسف تضطر والدة الشهيد أن تناشد والطالب. تابع هذا الفيديو. كل من عنده غيرة بهذا البلد، أنا يوم شهيد ابني راح من وراء أخذوا الدواعش من 2016،
ولحد هسه لا حق ولا حقوق، ولا بثلاثة عنده أيتام مبهدلين لا حال، وين ما نروح يضرون ناس على ناس، هاي 6 سنين المعاملة ناس سدتنا على ناس، ومهما نعيش نعيشكم هذول الأطفال، 3 أطفال عندنا وزوجته، وإحنا الأب توفى مشان عايشين براتب الأب، الأب توفى جدهم وهسه مبهدلين، بعنا بيتنا بعنا أغراضنا وعن عيشهم لذا متى نظل في حالتنا؟ اضحوا وراحوا من وراء هذا البلد، هذا حال مصير، هذا مصير ولادهم يصير، هذا مصيرهم، هذا مستقبلهم، ضحوا لهذا البلد غير يعيشون كرامة، بس كرامتهم يحفظوا كرامتهم. إلى متى نظل بهذا الحال؟ ليش مرة أخرى أيام قامت القيامة على ريان طفل وأهله مثل ما يقول عوضت، أنا كنت عوضت لهم، ليش هذول اللي بذلوا نفسهم أبوه بهاتهم وشباب كثيرة راحت لهذا البلد، راحوا لا سوس ولا ذنب، وتيتموا الأطفال 6 أطفال، لا أحد قال هذول شلون عايشين، لا نطوهم راتب، لا نطوهم حقوقهم، لمن ضحوا لهذا البلد لمن؟ غير أحد يعوض لهم، ليه هذا ابن عمره 6 أشهر وأبوه راح، وهسه الصف الثاني وما عندهم مبهدلين عايشين بالمجمع، إلى متى احنا نظل بهذا الحال؟ يكفي يرحمونا، خافوا من الله، إلى متى نظل احنا؟ أي متى هذول يعيشون؟ هذا الطفل عمره 10 سنة لحد هسه ما شاف شيء من حق أبوه، عايشين مبهدلين، يكفي خافوا من الله، ضحوا لهذا البلد وما مسكوا نفسهم على مد، بدي عيش هذا بلد يتنبهون، تراخوا ودمروا أطفالهم، تدمروا، أخذوهم الدواعش والحد من أخذوها 6 سنين 7 سنين وما بهذا الحال هلكوا، لا معيشة ولا عيشة ما لأوادم ولا حالة، ولد واحد راح ريان قلبت الدنيا وقلبت العالم موقف ما قعد، عشان إحنا أطفال عندنا هنا ما. وصلتنا مناشدة من والدة أحد الضباط في مكافحة المخدرات تتحدث عن مظلومية تعرض لها ابنها، فإحنا نضع المناشدة أمام أنظار الجهات المعنية. السلام عليكم يا الكاظمي، راقية وتناشدك اليوم، أريد من الله ومن عندك تنصب بليدي وتنصبني، أنا مشاربك اليوم أبو تطلب من عندك تساعدني، أنا أريد تنصب بليدي الحلبوسي وزير الداخلية، أريد كلكم توقفوا لي وتنصبوني وليدي، ابني مقدم بالداخلية كم إيش عصابة مال مخدرات، منكم إيش العصابة مال مخدرات من سجن النوبة، بعد شهرين إحنا ابني ندور عليه وبعدين يلا عرفنا زين، والناس كلهم جوي من التعذيب، من قد ما تعذب ابني متعذب كلش متعذب، وزير الداخلية دز عليهم من دز عليه أخذ ظل هناك يما 4 أيام دزة ما قبل هذا إلا دزة ما قبل يستقبلهم المدير، ودوهم للطبابة، هاي الطبابة مالتهم هاي ما يعترف بها، هاي وداهم هاي تقرير الطبي مالته من قد ما متعذب، هذا تقرير الطبي مالته، هذا من وزير الداخلية من المستشفى، هذا إحنا أول مرة طلبنا المحامي مالته، طلب تقرير طبي ما سوينا تقرير طبي ما قبل رفض القاضي من قد ما متعذب، ليش؟ ليش هذا جزاتك مش عصابة مال مخدرات هيجي يصير بي؟ ليش لازم تحظى تشخيص لا شيء هيك غسل ودد بالسجن؟ ليش هيجي ليش؟ يعني شبك مش عصابة مال مخدرات؟ يقول لا معاني من الاخ والاخ يكمش، بعد شلون هاي الدنيا راح السلام عليها؟ أجنهم شريب وطاهر يجي يسوون بي والله الطلقات فوق عشان يسولفن يقول يما شرحت بيها قلت له يما دعوفه هاي الشغله احنا نسوي بيها ما نريدها يقول لي لا يما لما نعاني من الاخ والاخ نعوفه والعدها هي راحة والجهال كلها تصير وتروح من القتل بالهذا المخدرات تاني جاي يجبني انكم وزين حكم ليش؟ اطلب من عندك يا الكاظمي لا تعيد المحاكمة مالته لا تسوي له عفو خاص انت بتقول له قضاء اعلى اريد والله اريد من عندك من الله من عندك ابو عراقية تطلب من عندك يا قاية الغانمي يا ضباط الداخلية كلكم اريد كلكم تقبلوا ويا وليدي وتناشدوا لوليدي اريد من الله من عندكم تقفوا لوليدي وتسووا تقفوا له أنا شو أقول للمرضى والجهالة؟ شو أقول للجهالة؟ جهالة شو أقول للي بقول لهم أبوكم كبش عصام؟ من واسط أحد الأطفال قبل فترة
أصيب قبل 6 أشهر تقريبا بحمى شديدة سخن يعني، وتفاقم الأمر عليه إلى أن صار الطفل معاق الله يشافي. فوالدته بعثت بمناشدة تتعلق بعلاجه، لأنه وضع العلاجات بالعراق خصوصا علاجات الأمراض المستعصية صعب واحد يحصلها وغالية أيضا، والناس علقت حالها يروحوا للوزارة للصحة أقصد أو المؤسسات الصحية، يحتاجون يلزمون سرة ويجوز الشغلة تطول، ولو يحصلون لو ما يحصلون، أو أحيانا يتطلب أن يسافرون خارج البلد، يجوز بعد تتطور حالة المريض لذلك يضطر أهل المريض أنه يناشدون. إحنا ندعو وزارة الصحة، إيش قد دعينا وزارة الصحة وما استجابت لحد الآن، نبقى ندعو وزارة الصحة والجهات المختصة للوقوف مع حالة الطفل سجاد، ومناشدات كثيرة وحالات كثيرة عندنا وتتابعها. هذا الفيديو اللي وصل للبرنامج. السلام عليكم أخواني، محتاجة وقفتكم وياي. أنا والدة الطفل سجاد من ذوي الاحتياجات الخاصة، صار 6 أشهر من تعوق بسبب سخونة قوية، صار عنده التهاب الأعصاب والمحيط وعلاجه كلش غالي، وأني حالتي المادية كلش تعبانة، ما أملك حق العلاج، وأتمنى توقفون وياي وتساعدوني بعلاج سجاد. سجاد بسبب السخونة صار عنده تلف بهذا الأطراف مالته، الأطراف اليسرى يعني، صار عنده التهاب بها كلش قوي بحيث أن الأطراف ماتت، صار بها قصر. وهي دكتورة راجعة يقول لي العلاج مالته غالي. مناشد عبر الهاتف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا. نشكر قناة فترات على استقبال المكالمة وانتظار هموم الناس. أهلا ومرحبا بكم. أنت العزيزة، عندنا مشكلة والمشكلة مستعصية. لدينا مشكلة بنات مزوجات ولديهن أطفال. فابن خالهن استزوج من طريقة أخرى وخطفهن إلى جهة مجهولة، وعند البحث والتحري داخلات بأربيل يوم 18/8/2021. نفذنا أوامر قبض. ثواني من فضلك، يعني خليني نعم. أفهم القضية. بناتك؟ نعم. بنات أنا جدهن أصير. زين. نعم، وموجود أبوهن. شقدهن؟ أبوهن أعصابه متوترة وبيشل نفسه من وراء القضية. كم بنية؟ إن 2 بنات، الثالثة مطينها لهذا البيت ابن خالهن، حماهن خطف البنات ودخل بهن الأربيل. خطف البنات. الزوجات وعندهن أطفال. كبار صغار؟ كبار، واحدة عندها 4 جهال وواحدة بنية. وشلون أعمارهن، كبيرة أو صغيرة؟ أعمارهن واحدة 22 وواحدة 19. شنو يعني خطفهن؟ يعني أخذهن بطريقة أخرى استدراجهن على أساس على أنه سفر الأربيل، ما أعرف شلون الطريقة الخاصة اللي ماخذهن سيارة وعماهن، بس إحنا بحثنا ودورنا لقيناهن داخلات بأربيل يوم 18/8/2021. لدينا أوامر قبض عن طريق محكمة 18/8. لحظة، 18/8 18/8/2021 صار 6 أشهر يعني؟ نعم صار 6 أشهر، صار 7 أشهر تقريبا. نعم تقريبا بهالحدود. زين، نعم. ليش خاطفهن؟ عندكم مشاكل فيما بينكم وبين بعض؟ وحتى لو اكو مشاكل ما توصل لهالدرجة. هو يصير ابن خالهن، ما عندنا مشاكل، هو يصير ابن خالهن واثنين من الزوجات. انطوا مرة لأخوه، انطوا مرة لأخوه الثالثة وموجودة. هسه المشكلة أدت إلى عدة مشاكل عائلية، وحتى طلقت الابنين 18 يوم وقام باستدراج البنات وأخذهن دخلهن الأربيل. الحاسبة تقول يوم 18/8 داخلات الأربيل. زين، دورتوا عليهن؟ رحتوا وراهن؟ دورنا ونايمين بالشوارع. بأربيل أنا أقصد. داخلاتهن والخاطف. بأربيل. ولدينا أوامر قبض عليهن وعلي. استغفر الله العظيم. رحتوا هناك للأمن بالإقليم قبل تناشد؟ هذه قضية يعني صعبة كلش. جدا صعبة، وست عوائل هسه نايمة بالتراب من وراها. بس عرفتهم كم بنية هن؟ اثنين؟ هن اثنين. هن أخوات؟ أخوات، واحدة عندها 4 جهال. زين، أطفالهن وين؟ أطفال الموجودين وقاعد يتلاوعون يمنا موجودين، بجولتهم ذبوا أطفالهن علينا. زين، باقيات بأربيل هن طالعات؟ باقيات بأربيل، أربيل ما قاعد يساعد ويانا، يوميا يجيب لنا كتاب. القبض مالتكم ما يمشي، مشينا قبض ثاني عن طريق محكمة الاتحادية. كل من يقول هنا وهناك داخلات وأي مساعدة ما.
زين هسه ممكن هن يكونن باربيل او اكو احتمال انه خارج اربيل؟ ما طلعت بين اربيل وسليمانيه قاعد يتنقلن، مره يقولون بهذا الفندق ومره يقولون بهذا الفندق، احنا وهاجين احنا وعوائلنا وندور عليهم وما حد يعطينا نتيجه، يوم نقدم بالنتائج ما يجاوبونا، اي روحوا احنا نقابلكم. يعني قدمتوا انتم قدمتوا هناك؟ قدمنا مركز شرطه الشوريش تكتب لنا القضيه بحث وتحري. قدمنا عن طريق المحكمه الاتحاديه بغداد ووصلنا لهم الكتاب خلال شهر، وما قالوا ايه روحوا احنا نقابلكم، واي جواب ماكو، والولد ابن خالين وياهين ويصولوا يجول باربيل. زين تواصل يا البنات تليفوناتهم؟ ماكو اي تليفونات راسلهم خلال شهرين، يراسل المره اختهم يعني من خلال الواتساب وليس تليفون. يعني وبعدين اختفى، صار له ثلاث اشهر اختفى ترى. زين شنو كانوا يقولون؟ هي تقول مراسلات تقول يعني شو تقول؟ تقول اني ويت جاهد مكانات يعني بالشغلات ما تجي. والبنت عقلها تعرفين. لا حول ولا قوه. نعم سيدي. تفضل ناشد. الناشد انا الناشد واجهونا الرئيس الاقليم، رئيس الوزراء، ساعدونا ساعدونا، عندنا مشاكل عديده صارت من وراء السالفه. ثلاث نسوان طلقن. زين اذا احنا مختطفات بس انا هاي هم قضايا حساسه، يعني القضايا العائليه كلش بالحقيقه وفي طبعا ما احب اخوض فيها. لقينا اعمال، لقينا اعمال حش جنابك اعمال شيطانيه من امهن، وامهن اعترفت انه اجى شخص فلان ابن اخوها اخذهن بالستة الصبح وطلع بتهديد السلاح، هي اعترفت انه هو جايب مسدس حاط على راسه. زين هسه احنا مشكلتنا نريد البنات، مشكلتنا نريد البنات. زين اهله ما عنده اهل؟ عنده اهل؟ اهل عنده اهل يعني مشاكل عديده ما مشاكل. زين شنو موقفه؟ انا يقول ابني خطا، ابني خطا انا شو اسوي له؟ نعم ما حاولوا يتواصلون معاه يحلون المشكله يرجعون البنات؟ يرجعون البنات، احنا نريد ان نواجه حتى لو رئيس الاقليم مصطفى برزاني رئيس وزرائهم ما نعرف هناك ما يستقبلون. يعني هسه ما اعرف هذا الوضع شائك جدا. جدا شائك، وعندنا لو تجينا على وقت تجينا وتستقبلينا بعوائلنا وتشوفين الاطفال شلون تجي. انتم من سكنة اي محافظة؟ سكنة بابل قضاء المدحتية ناحية المدحتية. زين. والاوامر قبض صادرة من محكمة اجرام المدحتية. زين. وموجودة اوامر قبض، هو وفق المادة خطف. وهن وفق المادة احنا سوينا عليهم خيانة زوجية لانه اريد بس نلزمهم طريقة اخرى، ما جاء اوامر قبض. يعني إذا حاب تناشد توصل صوتك ما أدري. أناشد لأي واحد، رئيس وزراء، أناشد الإقليم، رئيس الإقليم، الإقليم يقول لك اللي يدخل يمه خلال ساعات يجيب عن طريق الرسائل، ما يستجوبون يعني. زين ما يقولون المرأة لها حرية حركة. والله العظيم ما أدري شو أقول لك أنا. والله خيتي يعني كنت تجين علينا وعلى وائل الإذاعة، نشرف بالإذاعة وكادر الإذاعة. راح نتابع الموضوع إن شاء الله. تابع الموضوع وموجود اوامر قبض من محكمه اجرام المدحتيه. تمام. كل الاوليات. لا حول الله. اطلقت اختهن، اطلقت امهن، اطلقت جنتهم، الولد شال ابوهن معشف هسه اصابعه معشفه ما يقدر يسولف. اجيب لك اياها اذا تبين بسياره، اجيب لك اياها لبغداد مقر القناه باي مكان. يعني رح نبقى مع هذا الموضوع، اسال الله سبحانه وتعالى الستر لعوائلنا كلها. شوي جدهن شوي تعرف يقول صاحي واتكلم وياكم، والا العائله كلها مريضه. والبنات باربيل، البنات باربيل دخوليتهم يوم 18/8 داخلات من الحاسب ولديها شريط يثبت ذلك. ارد افتهم يعني دي يقولوا لي الان، دي يقولوا لي الان الاخوه في الكنترول انه اكو فد سياق شنو قيصر قلت عليه؟ انه بالمطارات او حتى بالسيطرات الحدوديه محدودات حاليا لدينا ما يقدرون يطلعون، ما يقدرون يطلعون البنات اذا مو اهلهم موجودين. اختي العزيزه محجوزات بالمطارات من مديريه شرطه بابل الجنايات. اي زين وين؟ عندنا بس دخلنا الاربيل واختفى. استغفر الله رب العالمين. رح نبقى مع هذا الموضوع. نعم. ان الله سبحانه وتعالى الستر لعوائلنا وحق الرد ما ادري لمن مكفول. على العموم. Thank you.
هنا موضوع الخدمات ايضا من القضايا او الملفات اللي يعاني منها العراقيين بشكل عام، وهذا الموضوع مزدوج. احيانا تجي لمنطقه تعاني من غياب الخدمات، او احيانا بعض المشاريع اللي تعاني من التلكؤ وهكذا، وخصوصا ذيقار. فراح نتابع معاناه المواطنين في ذيقار. يشملوها بالمجاري، طبت المجاري فلشوا التبليط كله، فما انشمل بعد من 2020 طبت الشركه، ولحد الان هاي 22 فانتهت المنطقه، يعني ما نقدر نطلع. يعني انت تعرف هذا الشتاء كان شتاء قاسي. يعني حي المتنزه رغم المنطقه بها اكثر من 5 مدارس وبها مركز صحي وبها جامعه وكليه الاعلام، الا انه الاهمال اللي صار بها لو مخليها على بقيه على وضعها السابق يكون افضل من الوقت الاني، كون حفره والشوارع لحد الان مطينه، وصعوبه الوصول التلاميذ وصعوبه النقل، صعوبه وصول الكادر التعليمي والتدريسي. وردتنا العديد من المشاكل من قبل بعض المواطنين باعتبار هناك كثير من المدن او الاحياء لم تشمل بالخدمات. خطة 22 صندوق عمارة ذيقار إن شاء الله سوف تشمل جميع مناطق ذيقار وجميع الأحياء باستثناء العشوائيات والمناطق التي لا تحتوي على تصميم قطاعي. هنا غياب واضح للرؤية في توزيع المشاريع الخدمية على مختلف مناطق المحافظة. بعض المشاريع الخدمية اقتصرت على مناطق معينة، وتحديدا ربما في الأقضية والنواحي أو مركز المحافظة، في حين الأطراف من مركز مدينة الناصرية أو باقي أقضية المحافظة أطراف تلك المدن ما زالت لغاية الآن تعاني من نقص واضح في مستوى الخدمات. بالمثنى حادث مروري تعرضت لعائلة عراقية، والعراقي معروف ما ينتظر الدفاع المدني ولا ينتظر دوريات الشرطة، هو اللي يسرع لإنقاذ اللي يحتاج المساعدة. راح نتابع الحادث وسرعة المواطنين لإنقاذ العائلة. على هاي الفن على نوامات الراس. فيها هذا واحد طلع. ها؟ فيها واحد. شكرا لمتابعتكم لصوت عراقي. قيصر ساري مخرج حلقتنا لهذا اليوم، محمد الحسن معد برنامج صوت عراقي، تحياتي استوديو البث المباشر، وعلي اسعد الغزي. السلام عليكم ورحمه الله.